من التوقيع والأنشطة المختلفة لليوم على الساحة اللبنانية. صار الوقت لكم صباح الخير لكم مشاهدينا، ونترافق أنا وياكم بأولى مقابلاتنا من داخل الاستوديو مع غادة حمود علامي، وهي مديرة التسويق بالجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS، لنطلع على مجموعة من الأنشطة اللي عم تقوم فيهم الجامعة بالتنسيق طبعا مع الطلاب والتلاميذ الموجودين. غادة صباح الخير. يعني بالبداية نشاطات متعددة اجتماعية لعدة مواضيع رح نتناقلها نحن وياك ورح نتناقشها بالتفصيل، أما هذه النشاطات اللي عم تكون بطابع غير صفي، يعني اليوم لما يكون في نشاط برات الصف الطالب عم يطلع برات صفه في بقاعة معينة بأجواء معينة، خبرينا عن مفهوم هذه النشاطات. أول شيء بحب أشكركم كل القائمين على أسرة لي ليبون فردا فردا وبعيدتكم بمناسبة الأعياد، وبتمنى عن جد دوام النشاط لأنه دايما بتواكبونا وبتغطوا كل الإيفنتس والأكتيفيتيز، ونحن بنعتبر صوتكم بيوصل أكثر للناس. هيدي وجبتنا غادة. ثانك يو لكم. سو نحن عم نحكي على استراتيجية مثل ما حكينا قبل، استراتيجية الأم يو بي إس بإدارة دكتور حاتم علامي بتقتضي أو بتنص على فكرة إنه التفوق الأكاديمي للطلاب لازم يتواكب مع انفتاح اجتماعي ووعي اجتماعي، وبالتالي نحن بنكون في عنا اهتمام خاص بكل الاكتيفيتيز والنشاطات اللي بتتناول المواضيع الغير صفيه مثل ما ذكر. غدا اجمالا بنشوف بجامعات معينه بقى في برنامج اكاديميه معينه ببلشوا فيها مواعيد الامتحانات، مواعيد الفحوصات، يعني الحصص كيف يعني هيدا بهذا المجال، اليوم بما انه في استراتيجيه معينه عم تتبعها الام يو بي اس وهي اذا بنقول النسق الاجتماعي اللي عم بيكون عم بيرافق الموضوع الاكاديمي، في برنامج اجتماعي معين بتكون موجوده بالجامعه؟ اكيد اكيد بنحاول نعمل مثل برين ستورمينج سيشن من كل الاشخاص بالمانجير ليفل لناخذ الانبوت اللي بقدموه لنطلع مثل ما ذكرت بكالندر بس للايفنت اللي هي غير صفيه، وبناخذها بعين الاعتبار ليكون في لها منحه توعيه صحيه، توعيه اجتماعيه، ترفيهيه، لنتناول كل الجهات الثانيه وما نكون دورنا كجامعه بالثلاث سنين اللي قاعد عندنا التلميذ مقتصر على الدور الاكاديمي. هون قديش الانسان المفروض يكون يعني برايكم من خلال الاستراتيجيه هو عباره عن توازن بين جهده الأكاديمي العلمي وبين حياته الاجتماعية، في يفصل بيناتهم؟ ما فينا العكس، ما فينا يفصل بيناتهم ابدا، لانه اخر النهار لما عم نحكي عن هذا الشاب او الصبيه اللي حيتخرجوا بعد ثلاث سنين من الام يو بي اس او من اي جامعه اكيد رح يكونوا هن يوم من الايام رب الاسره او سيده البيت اللي حتكون هي مسؤوله على عائله وبالتالي على مجتمع اللي بده يكون عم بيرولينج او عم بدير المجتمع المستقبلي. غدا اليوم بنعرف الطالب قديش عنده يعني فينا نسميه هم، ما بعرف قديش فينا نسميه هم، بس بالنسبة له بمرحلة من المراحل انه بده يدرس وبده يعمل البروجي وبده يعمل في فروض في هومورك كمان، وبنفس الوقت بده يتابع يعني كل يوم بيوم شو عم بيصير بالصف، انه بتقولي له انه في نشاط اجتماعي بدك تشارك فيه، بيعتبره كمان هم ولا بيشارك فيه باندفاع اكبر؟ ايه رح تستغرب قديش، لانه نحن عادة المواضيع اللي بنحاول نتوجه لها بتهمهم يعني هلا حنشوف يمكن اذا قدرنا نقطع الصور عن الايفنتس اللي قطعت مع بالام يو بي اس بتشوف قديش في اقبال من قبل الطلاب وقديش في شغف منه لحتى يعرفوا ويتعلموا على المستوى الصحي او على المستوى الاجتماعي، لانه مثل ما قلنا انه اذا بده يتخرج بس لا سمح الله مصاب بمرض معين معناتها هو نهى حياته ومستقبله، ونفس الشيء اذا تخرج وما عنده وعي اجتماعي نفس الشيء حياثر على كل المجتمع. غدا اليوم قديش بهذا النسق الاجتماعي اللي ماشيين فيه قديش بتعاونوا مع جمعيات؟ عم نعرف اليوم المجتمع اللبناني قديش غني بالجمعيات بتعطى المواضيع الاجتماعيه الانسانيه وغيرها. فكرة التشبيك مع المؤسسات والجمعيات المحيطة فينا هذا شيء أكيد مقدس بالنسبة لسياسة الجامعة، وبالتالي في مثل هلا الإيفنت اللي رح تقطع حيكون في عنا في كثير جمعيات أكيد ما رح أذكرها كلها وأشكرها كلها، بس بالأخص نقدر نشكر هلا بمناسبة الإيفنت اللي عملت لمكافحة السيدة، نشكر جمعية أنوار المحبة مسران يا درغام شدد أجريت جوب بالإيفنت وبالتوعية والتواصل مع الطلاب، مكتب لاكروا لمناهضة العنف ضد المرأة كمان عملوا أكتيفيتي كثير قوية، وفي عدة جمعيات مختلفة كمان أكيد مشكورين كلهم إذا ما ذكرت اسمهم، بس جمعيات كثير متعاملة وعن جد بتعمل دور كثير قوي على مستوى الطلاب. غدا قديش كمان النشاط الاجتماعي فينا نعتبره متنفس للتلميذ، يعني إنه شباك يتنفس منه يبعد عنه عن الجو الأكاديمي عن الأشياء اللي هيك نظامية أكثر؟ نحن بنحاول يعني نعمل بالانس بين إنه يكون في نشاطات ترفيهية واجتماعية، لأنه إذا بتكون اجتماعية ما حتكون فيها كثير متنفس، حيكون فيها فايدة على اللونج تيرم
بس نوم نركز كمان يكون في بالانس بين الوضع الترفيهي والوضع الاجتماعي. لان كنا ضايقين يعني في ثلاث نشاطات اجتماعيه او ثلاث مواضيع اجتماعيه بالاحرى اخذتوها بعين الاعتبار او يعني علشتوها: العنف ضد المراه، مناهضه العنف ضد المراه، موضوع السيده، وبالاضافه محاربه التدخين. خلينا نبلش بموضوع العنف ضد المراه. هذا اليوم هذا موضوع اللي عم بياخذ كثير من الاهتمام، مثلا الحمله الاخيره، ضرب الحبيب معيب مش زبيب، او حمله كفا، او اليوم اللجان النيابيه اللي مختصه بشؤون المراه قديش عم بتحارب ايضا ليكون في قوانين وتشريعات اليوم بتشبه المراه الحديثه المعاصره. اليوم كيف الجامعه اليوم بغض النظر من هي الجامعه كيف فيها تلعب دور بهذا المجال؟ دور كثير كبير، وبالحق هو هم هو مسؤوليه اكثر ما هو يكون دور عم نقدمه تجاه طلابنا، لانه الطالب لما نفوت بالديتاي عن العنف هو شغله ما بتكون انيه، ما بتكون شغله فجاه ظهرت عند اي انسان، إلى رواسب وإلى علاقه بتفولته وتربيته، في تراكميه معينه لهذا الموضوع. مزبوط مزبوط. هلا يمكن نحن اللي عم نعمله كام يو بي اس ما يكون كافي لنقدر نعالج كل الحالات، ممكن ما في احتمال تتطور مع الوقت وتصير حالات غير مقبوله، بس نحن بنحاول نوعي هذا الشاب. لما بنقول في طريقه التربيه بين البنت والصبي لازم تكون متساويه، لازم يحسوا الاولاد انه هن في عندهم اهتمام، ما في تمييز او تمييز عنصري او تمييز لانه بنت ما بحق لها او صبي بحق له. هذا كله بيتراكم ليوصل بيوم من الايام ويؤدي لهالشاب او هالولد بس يكبر ويصير هو الزوج كيف يتعامل مع عائلته. هون نحن دورنا هالطالب اللي بعده عنا اللي هو هلا بمرحله انه ياخذ كل المعلومات الصح والغلط ويحدد مسيره حياته، هذا دور الام يو بي اس، انه نحن مناهضه العنف ضد المراه نزرعه بقلبهم وبتفكيرهم وبعقلهم من هلا لحتى يقدروا يثمروا بطريقه كثير فعاله. غدا من خلال هذا النشاط يعني على الارض رح نشوف نحن بعض الصور اللي تفرجينا اكثر اذا بدك تفاصيل هول النشاطات، بس النشاط اللي توجهتوا فيه للعنف ضد المراه او مناهضه العنف ضد المراه، قديش اليوم قديش الطالب كان الطالب الذكر بالتحديد قديش كان عم بتجاوب معكم بهذا المجال؟ في ردات فعل اوقات، وبالعكس نحن هدفنا هذا الموضوع، هدفنا يحكوا، هدفنا يكون في ديبيت مع الاشخاص المسؤولين والقيمين عن هذا الموضوع لحتى يوضحوا لنا الفكره. كان في وجهات نظر شوي بنعتبرها انه مستغرب وجودها، خصوصا بهالجيل وبهالوقت، منه اللي بيقترح انه هي الحق عليها البنت اللي بتقبل، اتس هير بروبلم، هي اللي عم تقبل. هلا في شيء منه كمان يعني اليوم المراه ما حفوت اكيد بهذا الديتايل، انه يا ريت وقت خلينا نعلق شوي على الصور اللي عم تقطع مع عنا على الهواء غدا. هون بأي نشاط؟ هون عم نحكي بحمله التوعيه ضد التدخين، تلميذ الام يو بي اس انتشر بمنطقه الحمراء وصار في دعوه لانه اللي عم يدخن سيجاره ناخذ السيجاره منه وياخذ بالمقابل كادو او سوفينير صغيره من قبل الام يو بي اس. وهون مثل ما قلت لك الطلاب قديش كانوا محمسين ليقوموا بهذا الشيء، يعني كانوا الناس عم بتجاوبوا معكم في كمان دائما في عده ردات فعل. في ناس كانوا كثير اجريسيف بالنسبه انه انا حر وهي حياتي، مع انه موضوع التدخين السلبي ابدا منه واضح، بس فيها جرأه تاخذي منه السيجاره. بنعرف نحن كمان قديش بيكون في عامل نفسي بيربط بين اذا بدك بين المدخن وبين السيجاره، يعني لما يكون في وقت حاولنا يكون في نوع من الدبلوماسي بطريقه التعامل. ويت في ناس كانوا كثير اجريسيف وفي ناس كانوا كثير مبسوطين وكثير شجعوا واعتبر انه هذه خطوه كثير صغيره، بنتمنى كل المؤسسات تعمل. قديش اخذ معكم وقت النشاط؟ حاولنا نغطي فتره قبل الظهر من 11 واللي بيكونوا عم ياخذوا الكافي سبيشلي بالكافيه تروتوار بالحمراء لفتره الغداء وما بعد الغداء بشوي. يعني معيشتهم بالعربي المشبرح يعني حاولنا نطول اكثر بس كان الطلاب تعبوا، بس كانت كثير ناجحه وكان عن جد في تجاوب كثير، يعني نسبه 80% كان عم يتجاوب انه ايه برافو ويا ريت الكل بيعمل هيك، 20% كانوا لا مش قابلين. صادفتوا لكم حدا من الناس اللي بيأرجلوا يعني غير التدخين؟ لا كان وقت الظهر ما كان وقت قبيلة بعد ما وصل لهم. هون عم نشوف صور عن مناهضة السيشن الجلسة اللي عملت لمناهضة العنف ضد المرأة من قبل لاكروا وبالجامعة واللي تليها بنفس النهار يوم توعية صحي طويل للايدز. نعم، هذا موضوع السيدة اليوم قد ما نحكي عنه بدال موضوع مستجد، لأنه فعلا يعني في خطر، في خطورة معينة من نقل هيدي العدوى أو هذا المرض بأكثر من وسيلة وبأكثر من طريقة. اليوم قديش اليوم عم نكتشف يعني في اشياء بسيطه كثير، ديتيلات بسيطه كثير انه بنقل فيها المرض اليوم، خاصه بالتواليتات. قديش المفروض اليوم قديش المفروض تكون عندنا توعيه على هذا الموضوع؟ هو التوعيه الهدف من الام يو بي اس، مسؤوليتها بتعتبر انه التوعيه مش بس لحتى نعلم طلابنا ونوعيهم كيف ما ينعدوا من هذا المرض، لانه في النوشن تبع التين ايجرز دائما عندهم نحن بنعرف نحن كل هالقصص قاطع علينا وبنعرفها سو ولا ممكن نغلط. في عندنا هذا الهدف نوعيهم لحتى اكيد يحموا حالهم من هذا المرض، بنفس الوقت نوعيهم انه لفكره المريض بالسيده ما يعتبروه شخص يعني
غير مقبول بمجتمعه كمان يتقبلوا انه بالنهايه هو مريض اخر نهار صحيح. هو مريض سو في طبعي من على اكثر من ناحيه. غدا هن النشاطات اللي عم تضيفيهم للسنه بعد في نشاطات اكيد اكثر في تخطيط اكثر شو متوجهين لوين متوجهين؟ اكيد مثل ما حكينا في بالشق الترفيهي نحن بمناسبه الاعياد كريسمس داي ب 21 شهر حيكون في بثلاثه كامبسز لانه عم بيقاس نحن فرع الحمراء فرع الدمور فرع علي حيكون نهار احتفالي طويل مع كريسمس سبيريت وميوزك وحنا نعمل في تاتش اوف لبنان حيكون في صاج ومناقيش وسويتس من لبنان من اشخاص اكيد فينا نكون موجودين اذا اكيد كلكم معزومين مس عبيد وباشا وكل الاكيب تقال كلكم عنا معزومين هذا بالاضافه للنشاط هذا الميلادي ب 21 شهر رح يكون بالجامعه يعني في نوع من الترفيه اكثر بنعرف قديش بيكون هيك في فرحه في بهجه معينه بالعيد يعني هذا الجو اللبناني هذه الاعياد في نشاطات اخرى ايضا اجتماعيه استمراريه للاحداث اللي عملناها مثل ما ذكرنا منه حدث واحد ويتين دائما في استمراريه صوب 21 شهر رح يكون في حمله منع تدخين بسوق علي والمحيط ونقبل تلاميذنا بفرع علي ب 14 شهر رح يكون في حمله توعيه ضد السيده وتوعيه ضد مناهضة العنف ضد المرأة بالدامور سو هيدي استمرارية لحملاتنا وبالتالي خلال السنة مثل ما ذكرنا في كالندر مطول للموضوع بتتضمن القيادة المتهورة وحماية تلاميذنا من التصرفات الاجتماعية الغير مقبولة ونتمنى انه كل الأشخاص ينضموا لنا نحن رح ننتظر كل هالنشاطات وأكيد رح نكون من المتابعين لنعرف تفاصيلها ردات فعل التلاميذ وأكيد كل النتائج اللي عم تصير غدا حمود علامي مدير التسويق بالجامعة الحديثة للإدارة والعلوم ام يو بي اس شكرا لوجودك معنا اليوم والله يقويكم على هول النشاطات شكرا لكم وشكرا لكم شكرا غدا مشاهدينا متابعين نحن وياكم اما هلا زيارة سريعة على مطار بيروت وفقرة بالسلامة